السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلب ام سوزة؟ عاملين ايه النهارده بقى يا حبايب قلب؟ ايه قلت اما اطلع على السطح كده، هاخد الركنه كده يا حبايب قلب بالسلم. قلت اكنس بقى السطح حبايبي، لقيته متطرب، قلت لا هطلع بقى ايه اخد الجزء ده كله حبايب قلب مع السلم وامسح السلم بتاعي. ما تنسوش بقى باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. عارفين بقى ايه عفر في الجو، قلت بقى اطلع يا ام سوزي بقى ايه امسك السطح بتاعي كده في سمع السلم وامسح السلم. نساعد بقى مسرمكنا السطح وايه السطح بقى جميل يا حبايب قلبي، والكنس بقى بتاعه سهل وكل حاجه سهله يا حبايبي. حطوا شويه تراب كده على السيراميك، بمسكهم كده بالمقشه بكنسهم زي بقى على جنب كده يا حبايبي. نجيب الجرف وبرميه فيه. هاخد بقى السلم بتاعي بقى يا حبيبي. متنسوناش بقى باللايكات واشتركوا في القناة كده ونوروني حبايب قلب. بقى نورونا في البث المباشر بتاع الساعة 1 بالليل يا حبايب قلب بتوقيت مصر. ربنا يرتاح اهو عشان ايه اخلص قميص وامسح السلم على كل حاجه. Thank you.
بعد ما نفت من البقاه بيروقوا الشقه ويقوموا خلصين الحبه دولت وسايبين الوسخه بقى. شايفين عند الحرف بتاع البواب لما بتمسكها بطلع كله ونفضل كل حاجه. هما برضه هنا حبايب قلبي وبهدي بالكروف والميك. خد بقى المايك كده حبيب قلبي وهمسحه بقى. حبيب قلبي اي حاجه بتبان فيه ازاي بروح يلمعوه زي الفل. بمسك الدرج بتاعي كده اخلي الفل حبيبي. هجيب بقى جوافي حبايب قلبي وريني دولت وامسح بيت السر عشان ما ادورش عليه كده. اكون خلصت الروتين بتاعي. تسيبوا لايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان تستنوا كل جديد. يا سلام حبايبي.